جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤال لها: يا فضيلة الشيخ، سمعت أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. السؤال: هل من زاد على هذا التحذير لا يحصل له ذلك؟ بل يحصل له ذلك إن شاء الله وزيادة. كل ما أكثر الإنسان من الخير فإنه يزيد أجره وثوابه عند الله عز وجل. نعم.